يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي من أهم القضايا البيئية التي تحظى باهتمام دولة الإمارات، محققة إنجازات مهمة في الأعوام السابقة وفق رؤيتها 2021. إمارة أبوظبي تحظى بتنوع فريد في بيئاتها، لتضم الجبال والصحراء الشاسعة والسهول والأودية والسبحات الملحية المتكاملة، لتكون بذلك بيئة ملائمة لمختلف صور الحياة البرية والطيور والنباتات، حيث تؤوي 400 نوعين من النباتات و49 نوعا من الثدييات و382 طائرا و67 نوعا من البرمائيات والزواحف. البيئة الصحراوية في إمارة أبوظبي تعد موطناً غنياً بالتنوع البيولوجي، حيث تضم البرمائيات والزواحف والثدييات القادرة على التكيف مع مناخها القاسي وشح المياه وجفاف التربة. فهناك حوالي 70 نوعاً من الزواحف ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى ما لا يقل عن 14 نوعاً من الأفاعي وما لا يقل عن 11 نوعاً من القوارض، وهي أكثر الثدييات انتشاراً. وتعتبر الإمارات موطناً لأكبر عدد من المها العربي، حيث يوجد فيها حالياً 6200 رأس من المها، معظمها في أبوظبي بعد اختفائه أكثر من 40 عاماً واقترابه من الانقراض. كما تستقبل الدولة أكثر من 2 مليون طائر مهاجر كل عام، حيث يبلغ عدد طيور الفلامينغو وحدها أكثر من 10,000 طائر. ورغم قلة التنوع البيولوجي النوعي للنباتات البرية في صحراء الإمارات، إلا أنها تمثل ثروة هائلة لمقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية، حيث يحتوي الغطاء النباتي في الإمارات على 76 عائلة نباتية، وتحتضن إمارة أبوظبي حوالي 432 نوعاً من النباتات المحلية، كما يوجد فيها أكثر من 40 غابة تضم 19 مليون شجرة تعمل على حماية الطرق من عوامل التعرية وتوفير موائل آمنة لحوالي 36,000 حيوان. ويكمن التحدي الأكبر هنا في تقليل كمية المياه المستخدمة في الري، حيث تستهلك الغابات 214 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا، أي حوالي 95% من إجمالي الاستهلاك.